من هذه الأمراض اللي بنتحدث عنها الآن اللي هي تصلب الشرايين زينب، وأيضا مشاهدينا هي عملية تدريجية تتراكم فيها المواد التي تحتوي على الدهنيات وأيضا الكوليسترول مثل الكلس وعلى جدار الشرايين، الأمر الذي يؤدي إلى ضيق الشريان، وقد يصل الأمر لانسداده بشكل مطلق، وبسبب طبعا النظام الغذائي مثل ما ذكرنا الخاطئ وبعض الممارسات التي نقوم بها. بدأنا نلاحظ مؤخرا انتشار تصلب الشرايين. مشاهدين، الحديث أكثر حول هذا الموضوع دعونا نرحب بضيفنا عبر تطبيق زوم الدكتور ياسر منيسي، طبعا استشاري جراحة قلب وقلب بمستشفى زليخة بدبي. صباح الخير دكتور. صباح النور يا فندم. في البداية دكتور ذكرنا أن من الممكن تصلب الشرايين يكون من الأمراض الأكثر شيوعا الخاصة بأمراض القلب، لو تحدثنا دكتور بشكل مبسط ما هي أسباب شيوع هذا المرض؟ الحقيقة أن العوامل مختلفة اللي بتساعد على شيوع المرض، وللأسف بس نقطة مهمة لازم نقولها، أن أمراض القلب قصور الشريان التاجي من هو السبب رقم واحد في الإصابات والوفيات على مستوى العالم في كل البلاد. الحاجات اللي بتؤدي إلى زيادة الإصابة هي عدم اتباع الحياة المتوسطة من ناحية الأكل، ممارسة الرياضة، ناخد بالنا من وزننا ما يبقاش زائد، لو في سكر أو في ضغط يبقوا مظبوطين، عوامل كتير المفروض ان احنا نحاول نظبطها علشان كل دول من الاسباب اللي بتكون عوامل خطوره، وطبعا الاكل من اهمهم، لان لازم ناخد بالنا ان الاكل ما يكونش فيه حاجات دسمه جدا، والحاجات المعروف نسبه الكوليسترول بتاعتها عاليه، لان الكوليسترول هو في الاخر السبب الاساسي اللي بيترسب في الشرايين، وبيساعده على الترسب في الشرايين التدخين. فبالتالي الشرايين بتبتدي تضيق لغايه ما يحصل فيها قصور الشريان التاجي. دكتور ايضا ما هي عوامل خطوره الاصابه بمثل هذا المرض وامراض الشرايين بشكل عام؟ عوامل الخطوره نمره واحد بيكون في عوامل لها علاقه بالوراثه، يعني في اسر بيكون فيهم مثلا نسبه الكوليسترول عاليه، يكون الوالد او الوالده الاثنين عندهم امراض القلب وضغط عالي أو سكر، كل دي بتزود عوامل الخطورة. السكر لو مش مظبوط بيخلي الشرايين نفسها ما تبقاش سريان الدم فيها طبيعي، والضغط العالي بيؤدي برضو مع مرور الوقت لانسداد الشرايين. زيادة الوزن الكلي اللي هو بنقول عليه البودي ماس اندكس بيكون من العوامل الأساسية اللي بتخلي الدهون زائدة في الجسم، وبالتالي بتترسب في الشرايين. أسلوب الحياة لو الشخص مش بيمارس رياضة خالص ده بيساعد على قصور الشريان التاجي. ومن الحاجات المهمة جدا اللي ممكن ما نقدرش نتحكم فيها الضغط العصبي، الضغط العصبي بتاع العمل بتاع أي مشاكل في الحياة، كل ده بيؤدي إلى أن الشرايين شوية شوية تضيق وبالتالي يحصل فيها القصور في الشريان التاجي. الدكتور لو نتكلم عن صعيد على صعيد الاشخاص، شو منهم الاشخاص الاكثر عرضه لتصلب الشرايين؟ ذكرت في البدايه انه ممكن ان يكون المدخنين واصحاب الاوزان الكبيره، منهم ايضا الاشخاص الاكثر عرضه بهذا المرض؟ الاكثر عرضه برضو بنسب الاحصائيات الرجال اكثر من السيدات. السيدات بيبقوا محميين لغايه سن حاجه و50 بفعل هرمون الاستروجين، فالرجاله اصابتهم نسبتها اكتر. وبرضه دي لها عوامل اخرى، لان مثلا التدخين بيكون عاده اكتر في الرجال. زياده الوزن بتبقى من العوامل اللي مهمه جدا، ان الدهون الكليه في الجسم تبقى كتير، فبالتالي الدهون اللي في الدم بتبقى زياده. والكوليسترول، الدهون الثلاثيه، كل دول من الحاجات اللي بتسد الشرايين. فهي دي كلها مجملا هي عوامل الخطورة اللي المفروض ان احنا نقللها علشان نقلل انسداد الشرايين. دكتور ذكرنا العوامل وايضا الاسباب، بس انا كشخص او بعض الاشخاص كيف فعلا يقدروا يكتشفون هذا المرض او يتاكد انه مصاب بمرض تصلب الشرايين؟ الاعراض حضرتك تحديدا اهم واحد فيهم بيكون الم في الصدر. الالم في الصدر ده عادة بيجي في وسط الصدر أو الناحية الشمال، ممكن يكون مسمع للذراع الشمال، ممكن يكون مسمع في الرقبة.
فده أول عرض وأهم واحد، ده نعمة من ربنا لما حد يجي له ألم عشان نعرف إن في مشكلة فبالتالي نروح للطبيب على طول. السبب الثاني أو العرض الثاني اللي بيكون لما الشخص ده يعمل مجهود، لما يعمل مجهود ويكون عنده مش قادر يتنفس، عنده نهجان، وده معناه إن القلب مش قادر يعمل المجهود المطلوب منه مع الرياضة، علشان الدم بيبقى محتاجين دم أكتر للقلب، فإذا كان في قصور أصلاً فهو ده الوقت اللي بيظهر فيه إن في قصور في الشريان. من الأسباب، من الأعراض التانية اللي بتحصل، الإحساس بضربات القلب السريعة أو ضربات القلب الغير منتظمة. هما دول الثلاث أعراض الأساسيين اللي لو حاجة منهم حصلت لازم نروح للطبيب على طول، لأن ده بيكون علامة خطر إن في مشكلة عندنا. أيضا دكتور ذكرت أن من الممكن تكون أنظمتنا الغذائية هي المسبب الأساسي أو واحد من المسببات لتصلب الشرايين، لو تذكرنا بس بالشكل الأخص شو هي الأطعمة المعينة اللي من الممكن أن تسبب لنا هذا التصلب؟ معروف حضرتك أن الأكل العالي فيه نسبة الكوليسترول، الأكل اللحوم الدسمة، يعني اللحمة الحمراء دي عبارة عن عضلات اللي بناكلها، اللحمة العادية الأبيض اللي حواليها هي دي دهون، فلما ناكل دهون كتير ده بيزود نسبة الكوليسترول في الجسم. الأكل كمان اللي فيه نسبة عالية من الكوليسترول كل الحاجات البحرية اللي هما زي الجمبري، الكابوريا، استاكوزا، كل دول نسبتهم عالية. الاستثناء الوحيد من ده هو السمك، لأن السمك فيه أوميجا 3 وده من الحاجات الكويسة جدا لصحة القلب، إنما كل الحاجات التانية القشريات نسبة الكوليسترول بتاعها عالية. الحاجات اللي فيها نسبة دهون عالية زي مثلا اللبن الكامل الدسم، زي الآيس كريم، الأكلات دي بيكون نسبة الكوليسترول بتاعتها عالية جدا، وبالتالي بتساعد على الزيادة الكلية بتاعت نسبة الكوليسترول. بالنسبة للدهون الثلاثية، الأكلات اللي نسبتها عالية وبتعليها جدا هي كل الحاجات اللي زي اللب السوداني، الكاشو، الفستق، كل دول بيعلوا الدهون الثلاثية مش الكوليسترول. دكتور ياسر، أيضا بجانب النظام الغذائي أو النظام الصحي، شو هي الحالات المرضية اللي ممكن ترتبط بأمراض الشرايين؟ أكتر حاجتين حضرتك بيكونوا مرتبطين بيهم هما مرض السكري ومرض الضغط المرتفع. يعني أغلب الحالات اللي بتجيلنا عندها قصور في الشريان بيكون عندهم كمان ضغط مرتفع ونسبة السكر في الدم بتبقى عالية، فهم دول أكتر مرضين بيكونوا مصاحبين لقصور الشريان. عشان كده هو مش غلط أن حد يبقى عنده ضغط عالي، بس لازم ياخد علاج ولازم يلتزم بالأكل والملح يبقى خفيف ونظبط الضغط. نفس الوضع بالنسبة للسكر، أن لازم يبقى مظبوط، نحلل بطريقة منتظمة، نتابع مع الدكتور، ويبقى في الآخر نتيجة التحليل بتاعتنا تبقى مظبوطة. المريض اللي عنده سكر بس السكر بتاعه مظبوط مش هيبقى عنده نسبة خطورة عالية قوي بالمقارنة لمريض السكر اللي لما بنحلل نلاقي السكر مش مظبوط خالص وتحليله تطلع 350 و400. فلازم نظبط أهم حاجتين فيهم وهما الضغط المرتفع والسكر. ايضا الدكتور ذكرنا انا وزينب في بدايه الحديث ان تغير حياتنا بالشكل المختلف من اول الى اليوم من الممكن ان يسبب في بعض الامراض في حياتنا. كلمنا بس عن العوامل او التغيرات اللي طرات على الانسان بحيث ان ساهمت في تسريع عمليه او تطور وجود تصلب الشرايين في جسم الانسان. اهم حاجه من العوامل دي حضرتك هو ممارسه الرياضه. مع التطور اللي حصل والمدنية بقى كل إنسان معاه عربية عايز يوصل للحتة اللي هو رايحها يركن قدام المكان اللي هو رايح، ولو رايح المستشفى يركن قدام المستشفى، فما بقيناش نتحرك. فاللي مش بيمارس رياضة بطريقة منتظمة بيبقى عنده عرضة أكتر كتير جدا للإصابة بقصور الشرايين التاجي. الحاجة التانية اللي مهمة قوي هي إن الضغط العصبي، الإنسان في الحياة المتمدنة الجديدة بقى عليه ضغوط عصبية، ضغوط عصبية في الشغل، ضغوط عصبية في مشاكل في أسرة، أحوال مالية، فكل الضغوط العصبية دي بتخلي الواحد لما يبقى مشدود عصبيا الشرايين بتضيق شوية شوية مع مرور الوقت،
ودول اهم عاملين نقدر نغيرهم في حياتنا، ان احنا نمارس رياضه. بننصح ان احنا الرياضه تبقى على الاقل نص ساعه 5 مرات في الاسبوع. مش عايزين رياضه بتاعت واحد رايح يلعب ماتش كوره لمده ساعه ونص، عايزين رياضه بتاعت واحد حتى يمشي اي مكان سنه، يمشي بس لمده نص ساعه، او طبعا لو قادر يجري يعمل رياضه اكتر، بس اقل حاجه نص ساعه 5 مرات في الاسبوع. والحاجه الثانيه هي الضغوط العصبيه، نحاول ان نقلل من الضغوط العصبيه اللي عليه. دكتور ياسر، ذكرت مسبقا ان بعض يعني مثل هذه الامراض قد تصيب الاشخاص بسبب الوراثه، فهل ممكن ان نقول ان الاشخاص الاكثر عرضه لهذا المرض في وقتنا الحالي بسبب الوراثه او العوامل الاخرى او الاسباب الاخرى اللي ذكرتها؟ الوراثة ما نقدرش نديها أكتر من حجمها. الوراثة هي واحد من عوامل الخطورة اللي بتؤدي إلى أن الشخص ده يبقى عرضة أكتر لقصور الشريان التاجي. يعني إحنا في شغلنا عامة دلوقتي بقينا نشوف بعد ما كان مثلا عمليات القلب عشان قصور الشريان التاجي بنعملها للناس عندهم 60 سنة و 70 سنة، دلوقتي بقى في ناس عندهم حاجة و 40 وعندهم حاجة و 30. القصور ده بيحصل فيهم بدري علشان العوامل كلها اللي قلنا عليها، بسبب الحياة والضغوط وعدم ممارسة الرياضة وزيادة الوزن، فكل دول بيبقوا مع بعض. ما نقدرش نقول الوراثة لوحدها هي العامل الأوحد، بس الوراثة بتساعد على أن يظهر الأعراض دي وقصور الشريان يحصل في سن مبكر، لما يكون أسرة فيها زيادة في نسبة الكوليسترول. فمن أول ما الطفل بيتولد الكوليسترول عنده بيبقى عالي، ومن الطبيعي ان ما حدش بيحلل لطفل كوليسترول ولا هو عنده 15 ولا 20 سنه، بس لما يبقى حاجه و30 او 40 تظهر اعراض بنحلل بقى ونعرف. فعلشان كده العوامل الوراثيه ممكن نبقى مش واخدين بالنا منها وتبقى عامل خفي بيظهر الاعراض بدري ويسد الشرايين بدري. الله يبعدنا طبعا عن كافة الأمراض. الدكتور ياسر منيسي، استشاري جراحة قلب بمستشفى زليخة بدبي، شكرا على المعلومات اللي زودتها لنا، وشكرا على تواصلك اليوم معنا. العفو يا فندم، شرفتني.